ما يعارض الموضة بما هي في الواقع الخارجي تمثل وسيلة للغزو الثقافي. شنو يعني غزو ثقافي؟ يعني تعدكم تحسس أي شيء يجي من الكفار من أوروبا من أمريكا من شيء حرام وممنوع، عدكم هالتحسس؟ إحنا مو المسألة عندنا تحسس من الآخر. شوف حبيبي، عندنا إحنا في الاصطلاح يقولون غزو ثقافي وعندنا تبادل ثقافي. خلنا نجيب مثال يقرب الفكرة. لو واحد الآن جاء لطبيب، الطبيب إذا أخذ الإبرة وحط فيها سم وزرقها في جسد المريض يقولون هذا السم، هذا ما أعطى شيء لصالحه. أما إذا خلى دواء وزرقه في الجسد يقولون هذا دواء نافع. الغرب إحنا ما نستوحش منه بما هو غرب. إذا بيجيب لنا أسوأ ما لديه، ما دمره يورده لي، أنا هذا أعتبره غزو ثقافي، ينشر لي ما يضرني. لو الغرب ينشر لي التقنية اللي عنده وحفظ النظام وحفظ الأوقات واحترام الآخرين والنظر للحقوق به إيجابية، هذا أنا أتمنى أقول جيبوا، إحنا عدنا خذوا الحكمة ولو من المجنون ولو من الكافر، وخذ اطلب العلم ولو من الصين، ما عندي استحاش أخذ من كافر، لكن اللي ينفعني. لكن إذا كان هناك صراع حضاري وصار الغرب يصدر لي ما يفكك مجتمعي، صارت الموضة وسيلة في نقل وسائله للسيطرة على مجتمعي، هني أقول للموضة هذه وسيلة غزو ثقافي، هذه مو تبادل ثقافي. التبادل يعطيني اللي أحسن ما عنده وأعطيه أحسن ما عندي، يرقى بي وأرقى به. أما يدمرني وينظر لي باستعداء كعدو ويحاول أن لا يراني أتقدم وينشر لي ما يحلل مجتمعي، هذا غزو ثقافي. الله يطول عمر السيد الولي. السيد الولي يقول إيران حاربوها 8 سنوات حرب عسكرية. شنو اللي صار؟ اللي صار إن الشعب الإيراني استأسد وصار يمثل ويقوم بالملاحم البطولية، ثم حاربوه اقتصاديا فأصبح بلدا منتجا. لكن لما جت الحرب الثقافية صارت الخطورة قوية. انت تدش لي الدش، هذا الدش هذا اللاقط، تدش لي في مثلا فيديو ولا اشوف الا مجتمعي تراجع، ما اشوف الا شبابي بدل ما يصير رجل يصير انثى، ما اشوف اهتمامه بدل اهتمامات سقف عالي الى اهتمامات اطفال، هني الخطورة. فإذا ننظر للموضة بتوجس لأنها في الواقع الخارجي وجدناها تمثل وسيلة لأمركة البحرين وغير البحرين من مجتمعاتنا. يعني العولمة عولمة فيما يضر المجتمعات، مو في التقنية مو في شيء. لو واحد في البلد الإسلامي يحاول يكتشف تقنية حاصروه وخلقوا ليه ما يطيحوا به،